السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المعلمة رقية حماد مرتجى. نستكمل درس الأعداد من 30 حتى 99 ونجيب على تدريبات الكتاب. أقرأ الأعداد الآتية، هيا من يستطيع أن يقرأ معي. رائع. 21، 29، 30، 53، 42، 61، 57، 88، 80، 94، 79، 99. أحسنتم أحبابي الصغار. أكتب الأعداد الواردة في الجمل الآتية بالرموز. استمع إلى الجملة. ألف، شارك في رحلة المدرسة 70 طالبا. إذن العدد هو، أحسنتم، 70. ب، في مزرعة ماجد 96 خروفا. العدد هو، ممتاز، 96. الآن نكتب الأعداد معا. أعد تصاعديا وأكتب الأعداد من 73 إلى 92. هيا لنبدأ. نكتب العدد 73. هيا نكمل تصاعديا، أي إلى العدد الأكبر منه بواحد. رائع. 74. هيا نكمل معا. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. ثم 90. 91. 92. أداء جميل. ب، العدد التالي للعدد 69 هو، العدد التالي أي الأكبر منه بواحد. هيا نضيف واحد، التسعة تصبح 10، وهنا 6 عشرات. إذن أصبح لدينا 7 عشرات. الإجابة هي 70. العدد السابق للعدد 90 هو فراغ. السابق أي أصغر منه بواحد. لدينا في العدد 90 9 عشرات. إذن هي عبارة عن 10 زائد 8 عشرات. نأخذ من 10 1 تصبح 9،
تسعة زائد ثمانية عشرات تصبح 89. أحسنتم أحبابي الصغار. أكملوا بكتابة العدد المناسب في المربع. ألف ثمانية آحاد وسبع عشرات، العدد هو. رائع ثمان وسبعون. ب تسعة زائد ثلاثون، صورة موسعة، نريد الصورة المختصرة لها، هي 39. أحسنتم. جيم فراغ زائد 40 يساوي 41، رائع 1. دال سبعة زائد فراغ يساوي 97، ممتاز 90. ها فراغ زائد فراغ يساوي 54. إذا نريد الصورة الموسعة وهي 4 زائد 50. أحسنتم. أكملوا، هنا لدينا متتالية، نلاحظ أن الأعداد في كل مرة تزيد. 1 91، 92، 93. إذا هيا نجيب على السؤال. 88 نزيد 1، 89 نزيد 1، 90 ثم 91، 92، 93. أفكر وأناقش في العدد 17. الرقم 7 في منزلة. أحسنتم، الآحاد. وما هي قيمته المنزلية؟ رائع، 7، لأنه في منزلة الآحاد. أما الرقم 1 في منزلة، رائع، العشرات، وقيمته المنزلية 10. أضع دائرة حول قيمة الرقم الملون بالأحمر. ألف 78، الرقم الملون بالأحمر 8، القيمة المنزلية 8 لأنه في منزلة الآحاد. ب 91، الرقم الملون بالأحمر 9 وهو في منزلة العشرات، إذا قيمته المنزلية هي، هل عرفت؟ ممتاز، 90. جيم 17، الرقم الملون بالأحمر 7 في منزلة الآحاد، إذا القيمة المنزلية 7. دال 60، نريد قيمة الرقم الملون بالأحمر وهو 0، بما أنه في منزلة الآحاد إذا قيمته المنزلية هي 0. أحسنتم. افتح الكتاب وأجب على سؤال رقم 13. سؤال تفكير، أفكر، أكتب ثلاثة أعداد يتكون كل منها من رقمين مجموعهما 10. هيا نفكر معا. أحسنتم، فلتكن الإجابة 55، 73، 82. والآن إليكم الواجب، حل صفحة 33 و34 من ملزمة إضاءات. مع تحياتي لكم دوما رقية حماد مرتجى، إلى اللقاء.